هنا نواصب الفعل المضارع. نواصب ماذا؟ الفعل المضارع. اولا ان هنا ان حرف ماذا؟ ناصب. ادوات نصب الفعل المضارع ان ولن وكي وحتى ولام التعليل ويوجد لام الجحود وفاء السببيه واو المعيه. واذا نعم واذا اولا هنا ان اولا ان هي حرف هي ماذا؟ حرف نصب. حرف ماذا؟ نصب. ومصدر حرف نصب وماذا؟ ومصدر وماذا؟ واستقبال. استقبال؟ نعم يعني تدل على المستقبل. فهمتم؟ إذا هنا حرف نصب ومصدر واستقبال مبني على ماذا؟ السكون لا محل له من الإعراب. طب هنا انظروا أولا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. هذا آية في القرآن. إن لك ألا تجوع هنا الفعل المضارع هنا منصوب. طب أين أن هنا؟ الأصل ألا انظروا الأصل ألا هكذا الأصل فيها أن لا فهمتم؟ ولكن أضغمت هكذا أضغمت هكذا فهمتم؟ أصبحت ألا فهمتم؟ إذا هذه هذا الفعل المضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة. الفتحة ماذا؟ الظاهرة. منصوب وعلامة نصبه الفتحة ماذا؟ نصبه الفتحة ماذا؟ الظاهرة. طب هنا لا هنا نافية لا عمل له. نافية لا عمل له يعني حرف نفي مبني على السكون لا عمل له فهمت؟ الذي هو لا نافية لا عمل له. طب هنا أن هن حرف نصب ومصدر واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب فهمتم هذا؟ إذا هنا طب هنا يا إخوة يوجد شيء أن هنا أن هنا لماذا هي حرف نحن نعرف حرف نصب يعني تنصب الفعل المضارع. طب ومصدر ما معنى مصدر؟ أن هنا أن عندما تأتي أن يأتي بعدها فعل ماذا؟ مضارع. يأتي منهم الاثنين يأتي منهم ماذا؟ يأتي منهم مصدر. مصدر مؤول. مصدر مؤول. يعني عندما تجتمع أن بعدها ماذا؟ بعدها فعل مضارع. فهمتم؟ نأخذ منهم مصدر مؤول. يعني مقدر لا نجده. لا نراه مؤول. طب إذا هنا نحن نعرف أن هنا أن حرف نصب ومصدر واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ولا نافية حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طب وهنا تجوع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طب هنا يوجد هنا مصدر يوجد هنا ماذا من أن والفعل المضارع. نقول والمصدر المؤول في محل نصب ماذا؟ اسم إن. إن هذه إن ولك شبه الجملة خبر إن. طب أين اسم إن؟ المصدر المؤول. لذلك نقول والمصدر المؤول في محل نصب اسم إن مؤخر. اسم إن ماذا؟ مؤخر. فهمتم؟ مثال آخر سهل ممكن نأخذ مثال آخر يعني سهل. مثلا ممكن أن أقول مثلا هنا أريد يعني في القرآن قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. والله في القرآن والله يريد أن يتوب عليكم. يتوب عليكم. طب هنا نلاحظ أن هنا يتوب هنا فعل مضارع منصوب صحيح؟ فعل ماذا؟ مضارع منصوب.
طب وان هنا ان هنا حرف ماذا؟ حرف نصب. حرف نصب واستقبال ومصدر. مصدر واستقبال مبني على السكون لا محل له من الاعراب. فهمتم؟ طب نحن كنا تمام؟ طب نحن هنا قلنا ماذا؟ قلنا ان ان بعدها فعل مضارع يساوي ماذا؟ مصدر. صحيح؟ طب هنا يريد هذا فعل متعدد. اي فعل؟ هذا يريد. متعدد. يريد هذا فعل مضارع مرفوع، فعل ماذا؟ متعدد. فعل مضارع. والفعل ضمير مستتر تقديره ماذا؟ هو. طب اين المفعول؟ أن. لا، المفعول المصدر هذا المؤول من ان. فهمتم؟ يعني يوجد مفعول من ان وماذا؟ ويتوب. ياتي منهم مصدر، ياتي منهم ماذا؟ المصدر. يعني انا كنت اقول لبعض الطلاب ان ان امراه ويتوب فعل ذكر يتزوجان ياتيان بالمصدر. فهمت هذا؟ كذلك هنا. اذا هنا ان وماذا؟ والفعل. ان وماذا؟ والفعل. ياتي منهم بماذا؟ بمصدر. مؤول. اي مصدر هذا؟ مؤول يعني لا نراه، يعني انظر مصدر، انظر هكذا. ففهمت هذا؟ مؤول. لا يوجد. نعم مقدر. مقدر. لذلك انظر التقدير. والله يريد التوبة. اذا هذا مفعول به. عليكم، فهمتم؟ والله يريد التوبة عليكم. اذا هنا نقول والمصدر المؤول من ان والفعل في محل نصب مفعول به. فهمتم ام لا؟ اذا هنا والله يريد ان يتوب عليكم. جيد؟ ان هنا حرف نصب ومصدر. ويتوب فعل مضارع منصوب. انا قلت اذا ان ماذا؟ ان بعد والفعل ياتي لنا بماذا؟ بمصدر. اذا هنا الفعل هذا مضارع يحتاج الى اين المفعول به؟ هو المصدر المؤول، لان التقدير والله يريد التوبه عليكم. فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ طب ناخذ مثال اخر قريبا. لئلا يكون للناس عليكم حجه. يكون، انظروا نلاحظ يكون الاصل لئلا، لي خلاص وكذا، لي ان لا هكذا، ولكن تكتب في القران هكذا لئلا يوجد ادغام. فهمتم يعني هكذا؟ فهمتم؟ طب اولا هنا، اولا لي هنا حرف جر، حرف ماذا؟ اللام الاولى هذه حرف ماذا؟ حرف جر. حرف ماذا؟ جر. وان حرف ناصب، صحيح؟ حرف ناصب ومصدر، حرف مصدر وماذا؟ وناصب. ولا هذه نافية لا عمل لها، نافية لا عمل لها، يعني لا تجزم لا تنصب لا تفعل شيء. إذا الفعل المضارع هذا يكون فعل مضارع، فعل ماذا؟ مضارع منصوب بماذا؟ بأن، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة. فهمتم؟ مثال آخر. لئلا مكونة من ثلاثة أشياء. حرف الجر اللام، لي حرف الجر، وأن تنصب الفعل ماذا؟ المضارع أن، ولا الأخرى لا نافية، أنا لا أكتب. فهمتم؟ لا أكتب، لا نافية لا عمل له. فهمتم هذا؟ إذا لئلا لي هذه ملوح، لي فقط هنا هذه حرف جر، أن هنا أن، أن هذه ناصبة ولا نافية، فهم؟ مكونة من ثلاثة أشياء. فهمت هذا؟ طب هنا نحن قلنا أن أن يأتي بعدها فعل ماذا؟ مضارع. يعطينا مصدر، يعطينا ماذا؟ مصدر. هنا المصدر هنا سيكون في ماذا؟ في محل جر، لأن حرف الجر هذا دخل عليه. سيكون المصدر في محل جر اسم مجرور لهذا الحرف. اسم مجرور لهذا الحرف. فهمتم؟ فهمت؟ مرة أخرى انظر. مثلا يعني
لئلا يكون. لئلا يكون. قلنا ان هذه تنقسم الى ثلاثة حروف. الحرف الاول ليه؟ لام هذه حرف جر. حرف ماذا؟ جر. حرف جر. وهذا فقط يعني اللام حرف جر. وألا يعني الألف وأن المضغمة هنا. أن هذه ستكون ماذا؟ حرف نصب. حرف ماذا؟ نصب. وبعد ذلك لا. لا نافية لا عمل لها. لا هذه نافية. نافية. فهم؟ لا عمل لها. نعم. إذن هنا الفعل المضارع هذا منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. نحن قلنا أن وفعل يأتي لنا بماذا؟ بمصدر. طب هنا اللام هنا حرف جر، أين الاسم المجرور؟ المصدر. المصدر، فهمت؟ المصدر المؤول من أن وماذا؟ والفعل. طب هنا مثلا لن، هنا كذلك حرف نفي، حرف ماذا؟ نفي واستقبال ونصب. حرف نفي واستقبال ونصب، يعني سنقول قالت الله تعالى، قال الله تعالى قال في على لسان سيدنا خضر قال انك لن تستطيع معي صبرا. لن هذه تفيد النفي في المستقبل. في ماذا؟ المستقبل. في المستقبل. لذلك عندما جاء سيدنا موسى الى سيدنا خضر قال انه يريد، يعني كان يريد ان يتعلم من من؟ قال اريد، يعني كان يريد ان يتعلم من سيدنا الخضر، سيدنا موسى كان يريد ان يتعلم من سيدنا ماذا؟ الخضر. قال انك لن تستطيع معي صبر، يعني لن في المستقبل، لن تستطيع معي صبر. اذا سنقول هنا لن حرف نفي ونصب، يعني نفي يعني ينفي، ونصب يعني ينصب الفعل المضارع، واستقبال يعني يدل على النفي في المستقبل، مبني على ماذا؟ السكون. لا محل، أي كل الحروف لا محل له من العرب، لا محل له أو لا من ماذا؟ كيف هذا؟ لا محل له من الإعراب. ما ومن هذا إعراب يوجد؟ ماذا؟ ما معنى إذا كله هكذا؟ نعم كله مبنى على السكون لا محل له من الإعراب. ماذا تقول؟ من إذا كل هذه أسماء. أنت تقصد الاسم، تقصد حروف الجر أم الأسماء؟ الأسماء. أي تجد كلمة حرف لا محل له منها؟ ما تقصد الاسم أم الحرف؟ اسم الاسم. لا ليس لا, لا هذه لا شيء إعراب آخر، في محل نصب أو في محل جر حسب الإعراب. طب وهنا ما إعراب الفعل المضارع هنا؟ أيلا. تستطيع حرف فعل مضارع. فعل مضارع ماذا؟ منصوب وعلامة نصبه. نصبه ماذا؟ فتحة. الفتحة ماذا؟ الظاهرة. الظاهرة فقط. فهمتم؟ كذلك أنا لن أدرس غدا إن شاء الله. أنا لن أدرس غدا إن شاء الله. أنا مثلا لن أدرس غدا. لن أدرس غدا. أدرس فعل مضارع منصوب دائما. فهمتم؟ فهمت؟ طيب هنا كي هنا تفيد التعليل. تفيد ماذا؟ التعليل يعني السبب، السببية. انظر مثلا أذاكر لكي أنجح. إذا المذاكرة سبب ماذا؟ للنجاح. فهمتم؟ إذا هنا كي نسبحك نسبحك. إذا نسبح هنا ماذا؟ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة. نسبحك وكيف نسبحك؟ نعم نسبح ح ك. الكاف هنا ضمير متصل ومبني على الفتح في محل نصب مفعول به، درسنا هذا، كنت أنت لسه موجودا. هنا كي هنا حرف
ماذا؟ نصب وتعليل مبني على ماذا؟ السكون. لا محل له من الاعراب. وايضا يجوز ان نقول كي او لكي. لكي كي ماذا؟ لكي انظر ذاكر مثلا ذاكرت لكي انجح. انجح؟ نعم لكي انجح. فهمتم؟ او كي انجح ليس مشكلة. ولكن اذا انا قلت كي لم تكن مفضلة. يعني فهمتم؟ طب هنا حتى هنا حرف غاية. حرف ماذا؟ غاية. يعني نقول حرف هنا حرف ماذا؟ غاية. مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما معنى غاية؟ انظر إلى يعني غاية انظر غاية إلى الشيء. يعني انظر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. كان أقول إلى أن يتبين لكم. تفيد ماذا؟ الغاية، غاية الشيء. فهمت هذا؟ لذلك هنا حتى حرف غاية هنا واضح. طيب هنا يتبين هنا فعل مضارع ماذا؟ منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة. علامة نصبه الفتحة الظاهرة. فهمتم هذا؟ طب هنا لام التعليل. لام التعليل يعني مثل ما انظر أذاكر لأنجح أيضا سبب. كذلك أيضا كلما إن الذين كفروا في القرآن في سورة النساء إن الذين كفروا بآياتنا الذين يكفرون بآيات الله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار. نصليهم ماذا؟ نار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يعني الجلود شيء الجلد عندما النار تأكله الله يبدل لهم الجلد جديد. لماذا؟ ليذوقوا العذاب. ليذوقوا العذاب مرة أخرى. فهمتم؟ نعم ليذوقوا العذاب مرة أخرى. إذا الله بدل الجلود يعني عندما النار تأكل هذا الجلد الله يأتي لهم بجلد جديد. لماذا؟ السبب ليذوقوا العذاب. ليذوقوا العذاب يتذوق العذاب يستشعر بالعذاب. فهمت هذا؟ ليذوقوا العذاب. إذا الله يبدل الأنزل يعني في الكفار عندما في النار أو النار تأكل الجلود الجلد هذا الله يأتي لهم بجلد جديد. لماذا جلد جديد؟ لكي يذوق العذاب مرة أخرى ويتعذب مرة أخرى. لذلك إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا؟ السبب ليذوقوا العذاب. إذا اللام هنا حرف جر وتعليل وماذا؟ وتعليل وينصب الفعل المضارع. إذا هنا اللام حرف ماذا؟ حرف تعليل مبني على الكسر مبني على ماذا؟ على الكسر لا محل له من الإعراب. طب هنا ليه ولام كيف؟ ماذا؟ لا 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 ليه؟ أنا كتبت لام التعليل تعليل سبب تعليل يعني سبب. لماذا الله بدل جلودهم؟ السبب ليذوقوا العذاب يعني يشعروا بالعذاب مرة أخرى. إذا يذوقوا هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون. حذف ماذا؟ النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. فهمتم؟ إذا لام التعليل هنا لام سببية. ولكن في يوجد خلاف في هذا. بعض العلماء مثل البصريين يقولون أن هنا الذي ينصب الفعل المضارع أن مضمرة. أن ماذا؟ مضمرة. فهمتم؟ نعم أن مضمرة ليست اللام ولكن أن ماذا؟ مضمرة. وهنا أيضا فهمتم؟ ولكن الكوفيون يقولون أن الذي ينصب الفعل المضارع فقط هي لام التعليل وحده. يعني يقدرون أن كأننا نقول لأن يذوق العذاب حتى أن
إذا الذي نصب الفعل المضارع ليس حتى أن المقدرة أن المقدرة فهمتم؟ المضمرة هنا فهمتم؟ يعني بعض كي كذلك نفس النوع. أما هنا لا الذي تنصب هنا باتفاق تنصب الفعل المضارع فهمتم؟ لذلك هنا ولكن إذا نحن لكي يعني هذا للعلم فقط هذا للعلم فقط للعلم إذا أنا قلت مثلا أذاكر لأنجح نحن نقول أن لام هنا التعليل هي التي تنصب الفعل المضارع هذا هو سهل أن هنا لام حرف تعليل إذا بسبب المذاكرة النجاح أذاكر لأنجح إذا لام التعليل هي التي نصبت الفعل المضارع فقط لا نعم لام التعليل فهمتم نحن ندرس هذا أما البصريون يقولون لا هنا الفعل المضارع منصوب بأن المضمرة التقدير أذاكر لأن أنجح فهمت هذا؟ لأن أنجح مصريين لأن أنجح طب هنا إذا أن هنا بعدها فعل مضارع يعطينا ماذا؟ مصدر يعطينا ماذا؟ هذا المصدر في محل جر باللام هذه واللام هذه حرف جر ليست نصيبة فهمتم؟ كذلك هنا في كي فهمتم؟ ولكن هذا يعني العلم فقط ولكن السهل نقول هنا فعل مضارع منصوب بلام التعريف ومنصوب بحرف ليس مشكلة فهمتم؟